بيئة العمل هنا المقصود بيها بيئة العمل الدولية في طبعاً. العالم كله، سوق طبعاً. العالم مفتوح أمام الشباب إنه يشتغل في 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 مجال البنوك أو إدارة المخاطر في البنوك. وده خليني بقى أروح للنجوم اللي منورينا النهاردة ونقول لهم ألف مبروك بجاد ومريم. بجاد يعني الرجل الكريم في اللغة العربية، فده اسم جميل جدا. فنروح نبتدي مع بجاد، عملتوا دراسة جميلة جدا عن إدارة المخاطر في البنوك، والبنوك هي بتتحكم في اقتصاد العالم كله. احكي لنا عن الدراسة اللي هي فازت وتأهلت إلى هذه المسابقة، وليه فكرتوا في فكرة أو مفهوم إدارة المخاطر في البنوك؟ بالنسبة للجزء ليه فكرنا في إدارة المخاطر، فهي جزء كبير جدا ومهم من حيث الدراسة اللي احنا بندرسها اللي هي علم إدارة الأعمال الفاينانس والإنفستمنت. بالنسبة للي احنا قدمناه، هو كانت المسابقة باختصار بتقدم كيس ستادي في هذا المنوال، بنقدم كلنا الإجابات في حيث بشكل ريبورت بنشرح فيه المشكلة بالضبط من نفس الكيس وإزاي نحلها، وريكومنديشن ازاي نقدر كنا نتفادى المشكله بالظبط، وادق تفسير او حل للمشكله هو اللي بيتاهل. فكان في كذا مرحله، اللي هم اول مرحله على المستوى على الشرق الاوسط، احنا نجحنا الحمد لله وتاهلنا في مستوى الشرق الاوسط، وحاليا رايحين للمستوى العالمي في امريكا ان شاء الله. ان شاء الله.